السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن تحليل كوفيد-19، أخذ العينة اللي هي المسحة اللي بتتاخد من الأنف أو من الحلق. طب هو مهم بالنسبة لكم في إيه ده؟ غالبا اللي بيسمعني ويكون من النوعية اللي بتسافر، فهيتعرض أو هيطلب منه إنه يعمل فحص البي سي آر آر تي بي سي آر للكوفيد-19 كل مرة يسافر فيها من دولة إلى أخرى. فطبعا أول نصيحة، حاولوا تقللوا من السفر بقدر الإمكان، ماشي؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية هي مهم للي بيسمعني ويكون فني مختبر، لأن أخذ العينة بطريقة سليمة بتضمن سلامته من ان العدوى توصل. فمهم للاثنين، للمريض او للشخص اللي هيعمل التحليل، ومهم للدكتور او الفني اللي بيعمل التحليل. المريض او الشخص اللي هيعمل التحليل لازم يبقى مهيئ ايه اللي هيحصل له او ايه اللي هيتعمل بالظبط اثناء اخذ العينه. هي اخذ العينه بتعتبر الخطوه المهمه جدا والحرجه في التحليل، والتحاليل اللي بتطلع سلبية بالغلط في الغالب بتكون نتيجة إن العينة مأخوذة بالغلط. العينة الأول بتتاخد منين؟ هي بتتاخد من حتة اسمها نيزو فارنجيال أو أورو فارنجيال. نيزو فارنجيال، نيزو من النوز، فارنجيال من الفارنكس البلعوم، يعني منطقة التقاء النوز الأنف بالبلعوم، أو أورو فارنجيال منطقة التقاء الفم بالبلعوم. في هذه الزاوية اللي في الآخر هي دي مكان ما بناخد العينة، ما ننفعش ناخدها من النوز ولا من الأنف. ليه؟ لأن هذه الأماكن مليانة بفيروسات من اللي بتعيش طبيعي على في هذه المناطق، ومشابهة مليانة احنا بنعمل تحليل للآر إن إيه، بنفصل الآر إن إيه. فلما يبقى موجود الآر إن إيه ده وسط آلاف من الآر إن إيه لفيروسات أخرى، طبعا صعب فصله وصعب اكتشافه. ولذلك احنا بناخدها من هذه المنطقة، لان هذه المنطقة ما بيبقاش فيها فيروسات عادة الا لو كان الانسان مصاب بالمرض. فده المكان اللي بناخد منه العينة المسحة لفيروس كوفيد-19 لما نيجي نعمل تحليل البي سي ار الار تي بي سي ار. بالمناسبة ار تي بي سي ار يعني ريال تايم بي سي ار او ريفيرس ترانس كريبشن بي سي ار، تفسير الاختصار ده. وهو زي البي سي ار اللي بيتعمل للايدز والكبد الوبائي، بس بيختلف في حاجه واحده، ان جهاز البي سي ار او نظام البي سي ار بيكتشف فقط الدي ان ايه، يقدر يكتشف الدي ان ايه. في فيروس الكورونا او الكوفيد-19 هو مش دي ان ايه، هو مكون من ار ان ايه. ارجو انكم تبقوا عارفين، يعني سمعتوا عن الكلام ده وعارفين يعني ايه دي ان ايه وار ان ايه. فهو بما انه مكون من ار ان ايه، فاذا المطلوب مننا عشان نعمل البي سي ار نحول هذا الار ان ايه الاول الى دي ان ايه باستخدام انزيم اسمه ترانسكريبتيز. ترانسكريبتيز ده عشان نحول الار ان ايه لدي ان ايه وبعدين نعمل التحليل بتاع البي سي ار. نرجع لموضوعنا. هو مهم لكل من الشخص اللي هيعمل تحليل وفن المختبر. طبعا يشترط، يستحسن طبعا ان فن المختبر او دكتور التحليل يكون واخد دورة في المولوكيولار بيولوجي وياخد تدريب الاول على اخذ العينة. اذا اخذنا العينة بالغلط ممكن تطلع سلبي، وده الفولس نيجاتيف. لكن لما التحليل يطلع ايجابي، لا، هو دقته عالية جدا لما يكون ايجابي. لو طلع ايجابي خلاص بيعتمد عليه، لكن لو طلع سلبي ممكن ما اعتمدش عليه لسببين. السبب الاولاني زي ما قلت ان ممكن العينة تكون متاخدة بالغلط. السبب الثاني ان ممكن العينة تتاخد والانسان في اول ايام العدوى، لان ممكن تستمر العينة ما تظهرش الفيروس الا بعد ممكن 5 أو 6 أيام من وصول العدوى للشخص نفسه. زي تحليل ايدز برضو البي سي ار ما بيظهرش في اول كام يوم، وعشان كده بنقول للناس اعملوا التحليل بعد ايه، بعد 10 ايام عشان يبقى مؤكد بالنسبه للايدز. طب ازاي بقى ناخد، ازاي نعمل العينه بالظبط، او ايه طريقه العينه؟ لازم اول حاجه انك انت تنظف الاول مناخيرك او بقك قبل ما تروح تعمل التحليل، عشان التنظيف ده هيزيل اي ملوثات فيروسيه إذا كان في الأنف أو الفم، وبالتالي ما بتصعبش عملية التحليل.
دي حاجة. الحاجة التانية انك يفضل ان انت لما تقعد تسند راسك على حاجة، على الحيطة مثلا او على مسند الكرسي، عشان سندتك دي بتقلل ردة الفعل. طب الوضع ده مهم ليه؟ وبرضه مهم ان الدكتور او الفني يحط ايده الفاضية على راس المريض من ورا، يكون هو حاططها ساند بيها راس المريض من ورا كده. عشان المريض برضه ما يجيش عنده ردة فعل فيعطس او يتهز او حاجة زي كده. لكن هو بالنسبة ما فيش خطر على المريض، يعني مش هنجرح لما ندخل الاسواب، لان الاسواب عادة ديت المادة بتاعتها من بتبقى مادة بلاستيكية مرنة، بحيث ما تجرحش المصاب لو اتحرك حركة فجائية نتيجة تهيج منطقة معينة عنده. هو طبعا في الانف يبقى الواحد يحصل له تحسس شوية احتمال، واحتمال يعطس من التحسس، ولو في الفم ممكن الواحد يتقيأ او تجيله رغبة كأنه هيتقيأ. ودي كل ما كان الانسان اللي بياخد الفني اللي بياخد العينة او الدكتور خبير في طريقة الاخذ، كل ما كان هذا الاحتمال يكون اقل. فاول حاجة تنظف الانف كويس قوي، تاني حاجة تسند راسك على الجدار، على المسند بتاع الكرسي او على الحيطة اللي وراك، تالت حاجة تبلع ريقك أثناء ما بيعمل. كل ما بلع الريق بيمنع الريفليكس أو بيمنع ردة الفعل أو بيساعد على منعه. ديت الإيه التلات حاجات التوصيات اللي أنا بقولها لك أنت كإنسان هتروح تعمل التحليل، فتبقى يعني هو أنت هتتعرض شوية للمضايقة، هو مفيش ألم شديد ولا أي حاجة شديدة. يعني أنت عايز تختبر الموضوع ده، حاول تاخد قطن صواب من اللي بينضفوا بيها الود، وتحاول تحطها في مناخيرك عشان تبقى تعرف ايه اللي هيحصل. بالنسبة للفني اللي بياخد العينة، طبعا ده مهم جدا ان هو ياخدها بطريقة صح عشان تبقى النتيجة صح. فبالتالي بيبقى عارف لازم قبل ما ياخدها يتدرب على ان ازاي بتتاخد كويس قوي، وانه عارف المسار اللي بيحرك فيه ايده عشان يوصل للمنطقة، هو يتنته يدخل السواب ده في الانف لحد ما توصل لعظمة الأذن في الآخر، تلاقي عظمة الأذن بتصد معاه، خلاص الأسواب ما بيخشش أكتر من كده. المسافة ديت تقديريا حوالي 5 6 سنتيمتر، بيكون مدخلها حوالي 5 6 سنتيمتر داخل الأنف، وبيلاقي الأسواب بقى في حاجة بتصده. لو لقى في حاجة بتصد الأسواب قبل كده بعد سنتي أو بعد 2 أو بعد 3، لا ده غلط، ده تلاقيه عظمة من عظمة الأنف، وبالتالي يقدر يغير شوية الاتجاه عشان يظبط الاتجاه لما يوصل للمنطقة اللي هي المفروض ياخد منها العينة. دي أول حاجة عشان ياخد العينة سليمة. طبعا عشان يحافظ على نفسه يعمل إيه؟ يقف بجنب المريض مش قصاده. لو وقف قصاده، طب افرض المريض مصاب وانت بتدخل له الاسواب راح عاطس او كاحح، ما انت 100% هتجيلك العدوى. فالواحد بيبقى واخد جنب، يعني جنب المصاب، عشان لو عاطس او حاجه ما تجيش على طول في وشه. طبعا بالاضافه انه لابس الماسك، لابس الفيس شيلد، لابس الايه البي بي اي اللي هو الايه البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت. دي كده بعض النصائح والتحذيرات، وإن شاء الله المرة الجاية بعمل لكم فيديو كامل عن التحليل نفسه والجهاز، وأوري لكم جهازه وكده إن شاء الله. ونشوفكم إن شاء الله طبعا في فيديو آخر، أشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر، وإنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.